ماما ازيك عامله ايه؟ ايه الاخبار؟ انا رجعت المعهد انا واربعه اصحابي، وان شاء الله يعني السنه دي نركز على الصيني اكتر. هاي برو، هاي برو، كويس ان شاء الله، كويس ان شاء الله. ان شاء الله نركز على الصيني، والسنه الجايه هنلاقي شغل احسن ان شاء الله، ويعني ما تلاقيش كله تمام. اسمي عبد الرحمن صابر محمد، وقبل 5 سنوات أتيت أنا و14 من زملائي إلى معهد بكين لتكنولوجيا المعلومات للدراسة. وفي السنة الأولى تعلمنا اللغة وتعرفنا على الثقافة الصينية، ثم تعلمنا برمجة الكمبيوتر لمدة 3 سنوات. يقدم المعهد تقنية هندسة المعلومات الإلكترونية، التصميم الصناعي. 咱们现在学习的三维建模和3D打印技术是中国和埃及两个文明古国在文物保护工作中非常前沿的技术。 هندسة الميكاترونكس. 新能源汽车的التخصصات。中国的新能源汽车产业呢，多年来位居全球第一。新能源汽车的出口量也非常大，现在出口到全球的许多国家，包括你们的国家埃及。所以你们可以用你们在中国学到的技术，服务于你们国内的新能源汽车产业。ولا تعكس هذه التخصصات فقط أحدث الإنجازات العلمية والتكنولوجية في الصين، بل تعكس أيضا اتجاهات واحتياجات التنمية في البلدان النامية مثل الصين ومصر. في نفس العام الذي جئت فيه للصين، بدأت الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية التي أنشئت بالتعاون مع هذا المعهد الصيني وجامعة قناة السويس في قبول الطلاب. وهناك يمكن لخريج المدارس الثانوية المصرية تعلم المعارف والمهارات المهنية مثل الميكاترونكس وهندسة المعلومات الإلكترونية وتقنيات الاتصالات. ولا يتقن الطلاب المتخرجون من هناك اللغة الصينية فقط، ولكن يتقنون أيضا المعارف المهنية والمهارات التقنية، وبالتالي فإنهم يتلقون ترحيبا كبيرا من الشركات الصينية المحلية. أنا الدكتور عادل الصباغ، أستاذ بكلية الهندسة جامعة عين شمس، والمشرف على ورش لبان مصر بالكلية. تم تجهيز ورشة لبان بكلية الهندسة جامعة عين شمس بالتعاون بين الجانبين المصري والصيني، بحيث تصبح أحد مراكز ورش لبان الموجودة في نحو 25 دولة في العالم. ويعتبر لبان من الشخصيات الصينية المشهورة في مجال الصناعة، لما له من إسهامات وابتكارات في الصناعة عموماً وصناعة الأخشاب والنجارة بصفة خاصة، كما أن اسمه يعتبر دائماً مقروناً بالإتقان في العمل، مما يعكس اهتمام ورش لبان في العالم وفي مصر بصفة خاصة بأهمية إتقان العمل والسعي للتحديث والابتكار. كما ذكرنا، فإن ورشة لبان مصر بكلية الهندسة جامعة عين شمس تحتوي على 3 أقسام رئيسية، وهي ماكينات التشغيل الرقمي CNC، الطاقة الجديدة والمتجددة، والسيارات. وتعمل الورشة على تطوير المهارات العملية لدى الطلاب والمتدربين في هذه المجالات الثلاثة، وخاصة ما يتعلق بأعمال التركيب والتشغيل والصيانة وتشخيص الأعطال لكل هذه المجالات. كثيرا ما يقول الصينيون إن المعارف والممارسات شيء واحد، ويقول المثل العربي الأقوال ورقة والأفعال ثمرة. ولقد ساعدني تعلم المعارف وممارسة المهارات هنا في توضيح أهدافي المهنية. تمر كل من الصين ومصر بمرحلة مهمة من التطور الخاص بهما، وتحتاجان إلى العديد من المواهب ذات المهارات الفنية،
وإني أتطلع إلى استخدام المهارات التي تعلمتها لبناء جسر التبادلات الشعبية والثقافية بين الصين ومصر. وقد حصل حتى الآن 188 طالب على برامج تدريبية متنوعة بورش لوبان خلال العام 2023. نحن نعد الطلاب في ورشة لوبان مصر ليصبحوا جاهزين للعمل بنسبة 100% بالمصانع والجهات المختلفة الصناعية في مصر. نجحت ورشة لوبان في تقديم مستوى جديد من الخدمة التعليمية في مصر، وخاصة تلك التي تعنى بتوفير احتياجات مصر من الطاقة المتجددة لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 أو تطوير الصناعة المصرية باستخدام ماكينات التصنيع الرقمية. تعتبر ورشة لوبان مصر بكلية الهندسة جامعة عين شمس نموذجاً للتعاون بين مصر والصين في مجال التعليم الهندسي والمهني، وعما قريب سوف تصبح مثالاً يحتذى به في تعزيز التعاون بين الصين والعديد من الدول العربية والأفريقية